في المرمى طابت أوقاتكم. الأخضر السعودي والشعب يبحث عن نهاية القارة أمام إيران. حسين عبد الغني تاريخ طويل مليون بكل شيء، يتحدث للمرة الأولى عن قصصه مع زوران وحكايته الأخيرة. قائد النصر ضيف في المرمى. العربية في جولة خاصة داخل منشآت نادي التعاون الجديدة. ومن غرفة الجراحة كاميرا في المرمى مع عبد العزيز الجبرين. أهلا بكم. تشهد البحرين اليوم منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس آسيا للمنتخبات تحت 19 عاما. تلعب السعودية مع إيران وتلتقي اليابان مع فيتنام، وضمنت المنتخبات الأربعة التأهل إلى كأس العالم للشباب التي ستقام في كوريا الجنوبية العام المقبل. شهدت البطولة تسجيل 70 هدفا حتى الدور الماضي، ويتصدر 4 لاعبين قائمة الهدافين من بينهم السعودي راكان العنزي الذي سجل 3 أهداف. بقي لدينا هدف آخر وهو إن شاء الله الحصول على كأس آسيا. الحمد لله أمس كان فيه استرجاع جيد للاعبين، اليوم التمرين وضح للاعبين أنهم نسوا غمرة التأهل لكأس العالم أو الفوز ببطاقة التأهل. الإصابة بسيطة، التواء في الركبة، يعني يبغى لها أسبوعين كذا وإن شاء الله الأمور طيب. على الرغم أنك مصاب وما كنت تقدر تشارك إلا أنك أصريت تجي الساحة مع اللاعبين في البنش، وشفناك تقوم وتوجه اللاعبين، وش قلت لهم في المباراة؟ الحمد الفريق كله متكامل مع بعض، تكاتف مع بعض، يعني ما تحس فرق في أي أحد، هذا يطلع هذا ينزل، اللهم لك الحمد، يعني قلوبنا على بعض، يعني ما في فرق أني أشجع خوي أو هو يشجعني. لعبت على جزئيات مهمة وواضح أن مدرب جيد تكتيكيا، ولكن كل تكتيك له تكتيك مضاد، وإن شاء الله رب العالمين نستطيع أنه نجد الحلول للتكتلات الدفاعية الإيرانية، ونستطيع إن شاء الله أنه نتجاوزها بحول الله. كان منتخب إيراني من المنتخبات اللي أعتقد أنها يعني تعرف كيف تأكل الكتف، يعني من وين تأكل الكتف تعمل على الجزئيات هذه، وهذه من المنتخبات اللي لابد أيضا تعمل لها حساب. أذكر السعودية تأهلت إلى كأس العالم للمرة الثامنة في تاريخها، بينما إيران أيضا تأهلت لكأس العالم ولكن للمرة الثانية منذ 40 عاما. آخر مرة تأهلوا لكأس العالم كانت قبل 40 عاما. من البحرين يلتحق بنا صالح المحمدي مساعد المدرب في المنتخب السعودي للشباب. كابتن صالح أهلا بك معنا. صالح كان لاعبا مميزا جدا ولكنه لم يستمر طويلا في الملاعب، ولعل كأس الخليج العام 2000 في الرياض تشهد له بذلك، كان أحد أبطال تلك البطولة التي حققها المنتخب السعودي. صالح أهلا بك. أهلا
مساء الخير استاذ بتال ومساء الخير للساده المشاهدين. نعم صالح، مباراه صعبه للمنتخب السعودي وتاتي بعد انجاز كبير اللي هو تاهل لكاس العالم، كيف تنظرون لهذه المباراه امام ايران؟ أكيد يعني المباراة احنا مستعدين لاستعداد كبير ومحطة إن شاء الله نكون جديرين بهذا المباراة للوصول للمباراة النهائية إن شاء الله بعد ذلك نفكر في المباراة النهائية والحصول على اللقب القاري. نعم طبعا احنا صالح عندنا مشكلة معك في الصوت الواصل لنا حتى الآن، في صدى كبير فنحاول نعالجه من الزملاء عندك في البحرين. أبغى أسألك إن شاء الله يكون الصوت يوصل بشكل أفضل، إضافة إلى تأخير الصوت أيضا. صالح، الفريق الإيراني يتميز بقوة استثماره للكرات الثابتة هذه الأفضلية واضحة في مبارياته الماضية، يتميز أيضا طبعا لديهم لاعب مميز جدا في هذه الكرات الثابتة وفي الكرات الهوائية أيضا مميزين للغاية، إضافة لذلك هو فريق يدافع من أول المباراة إلى آخرها، وضعتم ذلك في الحسبان؟ أكيد احنا صراحة في كل مباراة لكل منتخب يعني نقرأ هذا المنتخب وندرسه جيدا ومن خلال متابعتنا لمباريات الفيديو ونستطيع وضع التكتيك المناسب لكل منتخب مع لاعبينا. وفي مباراة الغد زي ما تفضلت استاذ بتال، فعلا المنتخب الإيراني يتميز بالكرات الثابتة وأيضا عندهم سلاح قوي بالكرات المرتدة. نعم ولكن إن شاء الله احنا عاملين حساب مع اللاعبين وإن شاء الله نحد من خطورتها وأيضا نستفيد من نقاط الضعف الموجودة لديهم. صالح، الوقت المقرر معك أكثر من ذلك، لكن أنا أعتذر لك وأعتذر للمشاهدين لأنه فعلا الصوت لا يمكن الاستمرار تلفزيونيا بهذه الطريقة لعدم صلاحية الصوت الوارد لنا من البحرين، حاولنا المعالجة لكن أعتذر منك كابتن صالح، كان مفترض نطيل أكثر، أعتذر منك، لا نستطيع الاستمرار كمادة تلفزيونية. شكرا جزيلا صالح المحمدي مساعد مدرب المنتخب السعودي للشباب. الوقفة الأولى ثم نقول شكرا لك أخوي بتال. عبد الغني تاريخ من كل شيء، يتحدث أخيرا عن حكاياته الأخيرة مع زوران. صوت مضبوط اللي نتهم 80 من مكان مو متحركي. الآن جميع باقات الانترنت اللامحدود فقط ب80 ريال مع كل اشتراك جديد. كرجال انت دايما واضح بخياراتك، لما بشرتك بتحتاج العناية لا تغير الموسيقى، جرب كريم نيفيا للرجال، تمتص البشرة بثواني غير دهني، كريم مصمم خصيصا لبشرة الرجال، لأنك رجال، هالكريم إلك. نيفيا للرجال، الراعي الرسمي لفريق ريال مدريد. والآن بشرة أفتح مع كريم التفتيح الجديد من نيفيا للرجال. لوكربي، طائرة الفرنسية، مالها برلين، اغتيال معارضين في الخارج، هل يعقل أنه يكون كل ذلك مؤامرة على ليبيا؟ خذ ناخذ الأشياء لما نتكلم عن هذه الأشياء اللي نعبر عليها هكذا. في مرحلة الثمانينات بدأ الغرب يتآمر على مستقبل ليبيا، لم نكن نظام الملائكة يعني، كان عندنا أخطاء. المبعوث الشخصي السابق لمعمر القذافي أحمد قذافي الدم. شو رأيك بالأحاديث التي تقول بأنه القذافي كان يخطط لاغتيال مبارك؟ الذاكرة السياسية الجزء الثالث، الجمعة 10:30 على شاشة العربية. أهلا بكم من جديد.
التحديد حسين عبد الغني فعل في كرة القدم كل ما يتمناه لاعب كرة القدم. في هذا الموسم عادت جدلياته التي لا تغيب حتى تظهر، وللمرة الأولى يكون الصدام مع مدرب للفريق. قبل الحديث والسؤال والجواب، هنا مرور وومضات من تاريخ هذا اللاعب الكبير. 24 عاما عمر هذه الصورة، كتب عليها نجوم المستقبل، تحققت النبوة. الصورة لحسين عبد الغني، كان مهاجما وقتها، هداف ناشئي نادي الأهلي. يقال أن المدرب أمين دابو من جعله ظهير. في 19 من سبتمبر عام 1996 كان مع المنتخب الأولمبي، سجل الهدف الذهبي بمرمى العراق وأهل الأخضر إلى أتلانتا 96. العراقيون أطلقوا عليه لقب الفتى الذهبي، والباقي تاريخ. يوم الجمعة 30 من يونيو عام 1995 أول مرة لعب بها لفريق الأهلي الأول، كانت مباراة أمام الاتحاد. وحتى إعداد هذا التقرير، عبد الغني حقق ألقابا محلية عديدة مع الأهلي ومع النصر، لقب محلي وحيد ما زال غائبا عن سجلاته، لقب كأس الملك. في عامه العشرين لعب مع نجوم كرة القدم حول العالم، مرر الكرة للأرجنتيني باتستوتا والبرازيلي رونالدو. كان عام 1997 في مرسيليا. حاليا هو اللاعب السعودي الوحيد بلقب قاري كأس آسيا 96 في الإمارات، فالباقون كلهم اعتزلوا. كان مع الأخضر في المونديال 3 مرات، 98، 2002، 2006، وفي هذه الأخيرة كان هو قائد الفريق وتم اختياره كأفضل لاعب سعودي في البطولة. عام 2008 رحل إلى سويسرا واحترف مع نادي نيوشاتل زاماكس، موسم وحيد شارك مع الفريق ب13 مباراة وعادل السعودية مع النصر. ومع النصر منذ 2009 حتى الآن، دعك من بطولتي الدوري وكأس ولي العهد. في 7 مواسم حسين عبد الغني في الدوري لم يتلقى سوى بطاقة حمراء واحدة، كانت أمام الفتح موسم 2013-2014. رفيق الحلو، العربية. من الرياض التحق بنا قائد النصر الحالي حسين عبد الغني، قائد الأهلي السابق حسين عبد الغني، قائد الأخضر السابق حسين عبد الغني. أهلا بك كابتن، شكرا لحضورك. يعني كابتن، في خلينا نبدأ الكتاب من آخره، في المشاكل الأخيرة التي حدثت بينك وبين مدرب الفريق، القصص التي حدثت وذكرت في الإعلام، علق زوران وعلق بدر الحقباني وعلق حتى رئيس النصر فيصل بن تركي، أنت صاحب القضية أو محورها لم تعلق أبدا، هذا الظهور الأول لك للتعليق، المساحة لك كابتن، ماذا تريد أن تقول عن كل ما حدث؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء أشكرك أخوي بتال على الاستضافة، وأرحب بالسادة المشاهدين، ونتحمد بالسلام اليوم على أخوي عبد العزيز الجبرين لإجراء العملية ونجاحها. وطبعا يعني للأسف يعني يمكن بعض الأمور اللي حصلت في الوقت الأخير، يعني أنه اتهام حسين بمشاكله مع المدرب أو شيء. أول شيء أنا أحب أعتذر مرة ثانية لجمهور النصراوي على الشيء اللي حدث في بطولة تبوك. نعم، وهذا خطأ وأنا أخطأت وأنا معترف به، وبالعكس الشخص يعني أي شخص اعترف بخطأ، وأنا أتوقع أنه أفضل من أنه المكابرة في هذا الموضوع. جميل جميل. لكن بعد هذا الموضوع، بعد هذا الموضوع يعني للأسف طلعت أشياء وطلع كلام ما لي أي علاقة بالواقع. أنا ما عندي مشاكل مع المدرب زوران، هو المسؤول الفني في نادي النصر، هو الشخص اللي إذا احتاج حسين أو ما احتاج حسين هو اللي ممكن يقدر يحدد هذا الشيء. نعم. أنا حتى يعني أتكلمت معه حتى شخصيا وطلبت منه وأتكلمت معه بكل صراحة وبكل وضوح قبل مباراة الوحدة، لأنه في ناس يعني للأسف سوقت إنه حسين هو اللي يعني بيلعب رغما على المدرب. فأنا تكلمت مع المدرب بكل صراحة وطلبت منه، قلت له بالفعل إذا أنا بلعب يعني إذا أنت ما أنت مقتنع فيني 100%،
لا انا ما حرض على نفسي ان انا اكون موجود لانه ان انا اكون موجود في الفريق، لانه في الاول وفي الاخير كره القدم ما فيها مجامله، عطاء داخل الملعب. نعم. الناس كلها بتشوف، الناس كلها الان اصبحت واعيه في هذه الامور يعني. لكن للاسف يعني كانت في بعض الناس كانوا يعني يتصيدوا اي شيء، يكبروا مواضيع كثيره، منها مثلا موضوع عوض انه صارت مشكله بينه وبين عوض، هذا الشيء مو موجود نهائيا يعني، احتكاك في التمرين عادي وانتهى في وقتها. لكن يعني للأسف في ناس بالفعل يعني أنا أشوف أنه ما همها مصلحة النصر بقدر ما هي همها مثلا أنه يتصادموا مع حسين أو يطلعوا صورة عن حسين بشكل غير مرضي. جميل. طيب بما أنك أنت اعتذرت عن موضوع تبوك، ما رح أرجع له، خلاص الاعتذار خلينا نقول يجب ما قبله، هو اعتراف صريح وواضح. في مباراة الاتفاق في الجولة الثانية حدثت مشكلة، المدرب جاك وقال لك ليش انت منرفز وانت خرجت الفريق عن طوره، اشرح لي ايش اللي صار؟ لا شوف طبعا اخوي بتل، اول شيء الكل شاف المباراه. انا ما كنت متنرفز نهائيا في المباراه، والان الحمد لله المباراه موجوده يعني، الى الان موجوده يعني. صحيح. ما كان في شيء، بالعكس يعني كان يعني للاسف انه اي شيء يحدث انه يقال انه هي مشاده. في فرق بين مشاده وبين انا كقائد للفريق او كابتن للفريق، انا عندي علي اشياء لازم انا اديها، ولازم انا اتناقش مع المدرب في اشياء كثيره، المدرب او الاداره طبعا في حدود المعقول، لانه في الاخير انا اظل لاعب من ضمن اللعيبه، لكن بحكم ان انا قائد في الفريق ممكن يعني اوضح وجهه نظر لاعب او انقل وجهه نظري انا الشخصيه يعني. وفي اشياء بتحصل في الملعب ممكن ما حد بيشوفها، ممكن احنا كلاعبين احنا نحس بيها اكثر. فهو هذا كل ما في الموضوع، انه كان في نقاش يعني مع المدرب وانتهى يعني، ما كان في صدام، كان في نقاش. لازم الناس تفرق انه لما انت بتتكلم مع المدرب مو اي كلام مع المدرب، انك انت انه انت مثلا بيكون بينك وبين المدرب صدام. بالعكس انا احترم اي مدرب يعني يدربني. نعم. وانا الى الان يعني حتى المدرب زوران اللي كل الاحترام وكل التقدير، بالعكس وانا اشوف انه من المدربين الناجحين مع نادي النصر، وانا ماني ضد اي مدرب بالعكس. نعم. أنا نعم. مع لكن ممكن الناس يعني يمكن الأشياء اللي بتسويها، أو خلينا أقول لك بصراحة كذا، الحملة اللي هم بيسووها على حسين عبد الغني، ممكن هذا الشيء ممكن شوش على المدرب أو شوش على حسين أو شوش على الناس، بحكم إنه في مشاكل. لكن تجي للموضوع ككل، ترى ما في أي مشاكل بينه وبين المدرب نهائيا، بالعكس يعني المدرب إلى آخر تمرين بعد مباراة الوحدة أو قبل مباراة الوحدة وبعد مباراة الأهلي، المدرب نعم. أرسل للمترجم وكان يشكرني على التمرين، وأنا قلت للمترجم بالنص أنه هذا عملي، أنا كلاعب محترف هذا عملي، أنت بالعكس أنت المفروض لو ما أديت أنا التمرين بهذا الشكل، أنت هنا بالعكس من حقك تحاسبني. نعم. أنا في الأخير أنا بأخذ راتب من نادي النصر عشان أدي هذا التمرين، وأنا لاعب طيب. محترف طيب. وجاهز في أي وقت لخدمة النادي. حسين أنت تقول للحملة اللي سووها، مين هم؟ يعني للاسف في للاسف يعني خلينا نقول انا ما احب تعرف، انا ما احب انا اسمي في المسميات ولا احب ان انا اكبر الموضوع، لكن الكل شايف والكل عارف يعني انه في للاسف يعني في اشياء الحسين بيكبروها بكل على اي شيء يعني انا اعطيتك امثله كثيره يعني. انا مشكله تبوك انا تكلمت بالفعل، انا اتحمل الخطا هذا، لكن بعدها ما في اي شيء يعني، بعدها بدات الامور يعني تاخذ منحنى اخر. انا اتمنى 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 بالفعل اي شخص يتكلم او اتكلم انه يكون بالفعل يقصد مصلحه نادي النصر، وربنا يعلم بالنيات، وفي الاخير مو انا اللي حاسب احد. طيب. ربنا اللي بيحاسب. انا اتمنى بالفعل انه تكون مصلحه النصر فوق كل اعتبار، فوق طيب. حسين وفوق اي شخص ثاني، لانه في الاخير الجماهير اللي بتحضر ولا بتساندنا ولا اكثر شيء الجماهير، مو اي احد ثاني. جميل. طيب انت منحتهم فرصه؟ اللي انت قاعد تقول سووا حملات، انت بالاخطاء اللي سويتها منحتهم فرصه؟ انا تكلمت عن موضوع تبوك، وانا بالفعل يعني انا اخطات بهذا الشيء، لكن في 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 اشياء كثير بيسووها. في التقرير اللي انت ذكرته ان انا لعبت في سويسرا، انا يعني لعبت موسم هناك كامل مع الفريق، ما عندي هناك اي شيء، ليه؟ لانه الناس ما كان عندها خلفيه عن حسين. لكن هنا للاسف هنا يعني بيعاملوا حسين على اي غلط على اي شيء بيصير بيرجعوا الشيء اللي صار قبل كذا، انه صارت مشكله مع فلان او صارت مشكله مع فلان. طبعا حسين هو على طول الغلطان، سواء حسين محق او مو محق، حسين هو في الاخير هو اللي مخطئ، هو اللي غلطان. لكن انا في الاخير انا لاعب محترف والعب في نادي النصر، ويشرفني ان العب في نادي النصر،
واتمنى التوفيق للنادي. وصدقني بالعكس انا يعني المدرب حتى لما ما لعبني المباراتين اللي راحت انا بالعكس انا تقبلت هذا بكل صدر رحب. اكيد انا داخليا اتمنى ان انا اشارك مع الفريق واتمنى، لكن في الاخير هذا في يد المدرب ومصر، واذا احتاج المدرب في اي وقت انا حكون جاهز ان شاء الله، لان انا لاعب من ضمن مجموعه لاعبين في نادي النصر. كيف قال لك المدرب خبر استبعادك من المباراتين؟ قال لك انضباطي ولا فني؟ والله يعني ما اقدر اجزم لا هذه ولا هذه، لكن في الاخير المدرب له الحق انه يتخذ اي قرار طالما انه شايف انه مصلحه الفريق وانا معه. طيب المدرب قال للي سالوه حسين، قال لهم يا كابتن انا بوقف حسين مباراتين حفاظا على وحده الفريق، لان وجوده في الفتره الحاليه يهز وحده الفريق. قال مو فني هو الاجدر بالمشاركه، ولكن هو يهز وحده الفريق. ايش رايك في هالكلام؟ طبعا كل يعني كل انا زي ما قلت كل واحد له رايه الشخصي، لكن انا الان لي في نادي النصر تقريبا 7 سنوات مع نادي النصر. نعم باختصار شديد يعني، والحمد لله حققت مع نادي النصر بطولات، وهذا الشيء يعني لي الشيء الكثير. بس هذا ردي على الموضوع هذا يعني، ما انا اتوقع انه لو انه انا بالفعل يعني كان وجودي مع نادي النصر في فرقة أو إنه ما بيخلينا يعني موحدين، أتوقع إنه كان النادي يمكن أخذ فيه قرار من وقت طويل يعني. طيب أنت حسين السطوة القوية اللي عندك في الفريق، إنه يعني طوال 3 سنوات وإحنا نسمع، خلينا نقول على الأقل ظهرت في 3 سنوات الأخيرة إن حسين إذا رضى عنك رضت عنك العيون في نادي النصر، إذا غضب عليك غضب عليك كل شيء في نادي النصر. تعرف هذا هذا هذه هذا انا اسميه هذا فريق التسويق اللي طلع هذه العباره واللي هو جالس يتكلم فيها كثير يعني. هذول الناس بيسوقوا الشيء هم بيقولوه وبيحاولوا ان هم يوصلوه للناس وانهم يزرعوه في الناس، وانهم بالعكس انا الان هو ما بلعب مع الفريق في الفتره هذه. انا لو بالفعل هم زي ما بيقولوا لي السلطه ولي السطوه ولي شيء كان انا اشارك في المباراه اللي انا ما بشارك فيها، ابتعد عن المباراه اللي انا ببتعد فيها، كان هذا الشيء حصل يعني الفتره هذه. لكن للاسف في ناس يعني انا قلت لكم في ناس بيتخذوا اشياء في بالهم وبيسوقوا لها طبعا انت عارف يعني الان ما شاء الله تبارك الله الانتشار يعني صار في كل مكان يعني، سواء في النت او عن طريق القنوات انه بيسوق للشيء اللي هو بيسوي. لكن لا بالعكس انا في الاول وفي الاخير انا احترم رجالات النصر من اعضاء شرف من منتمين لنادي النصر من مشجعين لنادي النصر زملاء اللاعبين كل ما هو منتمي لنادي النصر، بالعكس انا اقدرهم واحترمهم واتشرف بخدمه نادي النصر في اي وقت، ولا وهذا الشيء نهائيا مو موجود. واكبر دليل الان احنا موجودين انا مع الفريق الحمد لله، حتى حضوري في التمارين يعني بحضر كل تمرين. لو بيقول ان عندي السطوه انا ما اتوقع انه في شخص ما يحب انه هو يكون دائم مرتاح او مرتاح ويختار المباريات اللي يلعبها، بالعكس انا ما هذا الكلام كله ما عار من الصح. شعرت بانك مستقصد في الفتره الاخيره؟ بصراحه ممكن يعني ممكن يكون هذا ترددك في الاجابه يعطيني ايحاء بانك ما قلت الصدق فيها. عفوا لا والله مو انا بالعكس انا قلت لك من البدايه على الحمله اللي بالعكس انا قلت هذا الشيء والله ودليل يعني واضح الناس يعني انا اتوقع انه الان يعني الناس ما شاء الله تبارك الله عندها صارت ملمه بكل الاوضاع الانديه ما عاد في زي اول مثلا الامور تختفي، الان الامور اصبحت واضحه والناس صارت تشوف يعني ويبان الشخص اللي بالفعل هو مع النادي او الشخص اللي هو بالعكس هو يستنى شيء عشان يتكلم فيه. ممكن يكون حسين مستقصد، ممكن يكون غير حسين، الله اعلم يعني ايش اللي في نفوس الناس انا ما اقدر اتحكم فيها، لكن بالفعل انا اي شيء بسويه بيضخم بطريقه كبيره يعني. خلينا نقول اذا كنت مستقصد، خلينا مجازا نتفق انا وانت او جدلا على انك مستقصد، ليش يستقصدونك انت؟ يعني النصر في نجوم غيرك. اكيد طبعا، وكل لاعب في نادي النصر او في اي نادي ثاني، بس احنا بحكم انه بنتكلم عن نادي النصر اكيد انه في الفريق اصلا معتمد على لاعب ولا يوقف على لاعب واحد، بالعكس كلنا احنا مجموعه ومجموعه عمل يعني احنا ما بنلعب لعبه فرديه. ممكن تكون له اهداف شخصيه، ممكن تكون يعني الامور اللي يعني انا بقول لك شيء، انا من اول يوم جيت في نادي النصر وكان في ناس ضد صفقة حسين انه يجي نادي النصر، وهذا حق طبيعي وانا بالعكس ماني مع لانه بالعكس يمكن يكون انت المقصود مباشرة بهذا الاستقصاد.
ممكن انا قلت قبل شوي هذا الشيء. انا ما بدخل في النوايا, لكن ممكن بالفعل ما يكون انه ما يكون الشخص هذا المقصود, يكون مقصود لا بعد من كذا. ممكن انا كحسين, الله اعلم يعني. لكن في الاول وفي الاخير انا اتمنى 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 من حق اي شخص انتقد, بالعكس. طيب. لكن اتمنى بالفعل انه يكون الانتقاد الانتقاد. طيب كابتن, ليش تعطيهم الفرصه انت ما دامك انت عارف انك انت مستقصد, وانت الاشياء الصغيره عندك تكبر, ليش تمنحهم الفرصه؟ انت لاعب عندك 20 سنه في الملاعب, يعني محترف حقيقي, يعني احترفت في اكثر من نادي, حتى في اوروبا لعبت, ليش تمنحهم الفرصه؟ لان انا اخوي بتال, انا من لان انا اخوي بتال بالفعل انا رجل لما انا ما اعرف اتلون. انا هذا الشيء قلته كذا مره, انا ما اعرف, انا دائما على طبيعتي, انا ممكن اكون عصبي وانا اعترف بهذا الشيء, وانا اعترفت فيه كم مره ان انا قلت انا بالفعل ممكن انا تكون عيبي الوحيد العصبيه. انا ما اخفي هذا الشيء ولا هو شيء, بالعكس. لكني ما اعرف اتلون, ما اعرف امثل دور ثاني غير دوري, ما عندي الاسلوب هذا. وبالعكس انا صدقني يعني زعلي أنا الآن, يعني يمكن حتى في التقرير أنا الحمد لله يعني لعبت فترة طويلة في الملاعب. أنا لو بدور لشيء شخصي كانت تلاقيني من أكثر اللعيبة, يعني ما يهمني الفريق يخسر يفوز, أنا في الأخير أنا لعبت وحققت الحمد لله كل شيء. لكن صدقني الغيرة اللي أنا بظهرها أو العصبية ممكن تكون بالفعل ممكن تكون سلبية على الفريق بعض الأحيان, وأنا أعترف بهذا الشيء. لكن صدقني كل هدفي واحد, إن أنا أسعد جماهير النادي اللي أنا موجود فيه, لأن أنا نادي النصر. والشيء الثاني للناس اللي يعني لهم دين كبير, أنا برد لهم, سواء جماهير نادي النصر أو إدارة نادي النصر أو أعضاء شرف النادي النصر, صدقني هذا دين كبير. وأنا قلت هذا الشيء والآن أعيده وأكرره, انه بالفعل انا اتمنى ان انا اكون عند حسن ظنهم فهذا الشيء. ولا انا ممكن يعني العب للاستمتاع, العب انه ما يهمني الفريق يفوز يخسر, اهم شيء ان انا اكون كويس. انا ما اعرف هذا الشيء بصراحه. انا اذا لعبت العب للفريق, حتى لو حسين كان أسوأ لاعب في المباراه او أسوأ شخص حتى في الموسم, بس الفريق يكون كويس ويكسب, هذا اهم ما عندي. اهم من انه انا اكون كويس. طيب حسين, انت الان تستحق ان تلعب 90 دقيقه في مركز ظهير ايسر, له واجبات كبيرة أكثر من أي مركز ثاني. ترى أنك بدنيا لياقيا ذهنيا قادر على تحقيق واجبات هذا المركز؟ والله شوف, أنا يعني طبعا صعب أن أنا أجاوبك على هذا السؤال, لأنه في الأخير يعني مهما يكون مهما حتكلم عن نفسي يعني شيء مو معقول. لكن أنا أتمنى أنه بالفعل أنه أشخاص مثلا يكونوا فنيين هم اللي حددوا هذا الشيء, بيشوفوا الآن المباريات يعني منقوله في التلفزيون, فيها يعني فيها كل الاحصائيات الموجوده, هذا الشيء اللي يحدد. اما انا ان شاء الله باذن الله تعالى احس ان انا قادر على العطاء. لكن هل حسين انه يقدر انه يلعب او ما يلعب؟ اي شخص اتمنى انه هو يكون موجود, لكن في الاول وفي الاخير هذه تحكمها اشياء كثيره. انا اتمنى انه يعني انه مو انا اللي انا احدد هذا الشيء, انه يكون في ناس فنيين هم اللي يقدروا يشوفوا ويحددوا هل حسين يقدر يلعب او يقدر يعطي 90 دقيقه او لا. ابغى اسمع رايك انت برضو رجل فني عندك تجربة كبيرة. ممكن لو سألتنا عن أي شخص ثاني. أبغى أسألك عن حسين عبد الغني. أنا شخصياً صعب. كن صادق مع المحبيك وغير محبيك, ما أبغى أقول كارهين, خلنا نقول غير المحبين, ومع المشاهدين. أنت رجل فني يعني لعبت المنتخبات وعاصرت مدربين ياما, عندك أيضاً خبرة تمنحك القدرة على الحكم. أنا عن نفسي يعني صعب جدا إن أنا أقول إن أنا أقدر. أنا يعني داخليا أكيد لو أنا, وأنا قلت هذا الشيء من أول, إنه لو أنا حاسس إن أنا ما أقدر أعطي ما هكمل, لأنه في الأخير هذه كرة قدم, أنت بتلعب في المستطيل الأخضر, الناس كلها بتشوفك, ما فيها أيا كان الناس بتقيمك داخل الملعب. فأنا عن نفسي أنا حاسس إنه أنا يعني عندي إن أنا أعطي, لكن في الأخير ممكن الإنسان يكون يعني ممكن ما يكون حاس بنفسه بالفعل. نعم. أنا أتمنى بالفعل, أتمنى إنه لو في مثلا في إحصائيات أو شيء هي تبين أكثر يعني. طيب أنت لعبت في المحور والجناح الأيسر والوسط الأيسر والظهير الأيسر, ثبت في الظهير الأيسر أخيرا, مع أن أحيانا تلعب في المحور حتى في النصر 2014 و2015 لعبت دقائق معدودة يمكن في بعض المباريات في المحور. الآن في مراكز حسين أقل واجبات من غيرها, تتمنى أنك تتقدم للنص, أو أنت تحس أنه لا الظهير قادر على القيام بواجباته؟ لا أتوقع أن أنا أشوف نفسي أنه في الظهير أكثر طبعا. أكيد يعني بحكم السنين الطويلة اللي أنا لعبتها في المركز هذا, وعارف أنا إيش الدور اللي مطلوب مني,
وأعرف أنا أوزع حتى مجهودي في خلال المباراة إنه أنا كيف أسير الأسير أسير يعني لا المباراة ولا نفس في على 90 دقيقة. فلا بالعكس أنا أشوف نفسي إنه يعني في الظهير أكثر, لأنه ممكن لو لعبت وسط ممكن أسوي بالعكس جهد مضاعف. حلو, خلنا نقول نحكي عن الكابتنية شوي. حسين, الكابتنية لها واجبات على اللاعب الذي يضع الشارة على يمناه أو يسراه, من أهمها أن يكون رجل كاريزمي قائد, يكون له احترام كبير لدى الجماهير والفريقين أو على الأقل فريقه, لا يسبب مشاكل ولا يخرج الفريق عن طوره. اللاعب الأسطوري ماجد عبد الله قال بأنك لا تصلح للقيادة في نادي النصر, وقال بأنك لاعب تخرج الفريق عن الأجواء أجواء المباريات, وأن هذه أبرز الصفات التي من خلالها يجب أن تنتزع الكابتنية منك. أسمح تعليقك. أول شيء حسين, أنت تحب تكون كابتن ولا لا؟ قبل ما نقول نعلق على حديث ماجد, حاب أنت الكابتنية ولا بالنسبة لك عادي هالشارة؟ مع أنك كنت كابتن منتخب الأهلي والنصر. والله شوف, طبعا هذه أشياء يعني الإدارة أو المسيرين على النادي أو على المنتخب إنهم اللي بيحددوا هذا الشيء. طبعا أنا أول شيء يعني بس يعني رد على الموضوع إنه محترامي طبعا لماجد ورأيه, أحترم رأيه بخبرته الطويلة في الملاعب وتاريخه الطويل في الملاعب يعني بالعكس. لكن الحمد لله يعني أنا فترة طويلة كنت كابتن في النادي الأهلي, وآخر يمكن آخر فترة قضيتها في المنتخب الحمد لله أنا كنت كابتن على المنتخب, والآن مع نادي النصر تقريبا 7 سنوات وحققنا إنجازات في كل يعني في كل الأماكن اللي أنا شاركت فيها وأنا كابتن. تظل هي هذا رأيي, لكن في الأول وفي الأخير يعني أنا 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 أشوف اللي من حقه إنه هو يعني يتخذ القرار أو شيء, إدارة النادي أو اللي كانوا المسيرين على المنتخب أو على النادي الأهلي, يعني هم أكيد لهم كانت رؤية وكل شخص في الأخير له وجهة نظره الشخصية يعني. لكن الحمد لله يعني أنا عن نفسي يعني كحسين عبد الغني أنا راضي عن نفسي تماما, وكل إنسان له وجهة نظره يعني. زوران وحسين عبد الغني يمكن أن يستمر مع بعضهم البعض؟ والله ما في شيء يعني ما في شيء بينه وبين الرجل, بالعكس يعني إلا بينه وبينه هو كمدرب وأنا لاعب من ضمن مجموعة لاعبين عنده, يعني ما في شيء شخصي ولا في حرب بينه وبين المدرب ولا في, ترى الناس مصورة إنه أنا والمدرب إنه يعني أعداء لدرجة, بالعكس ما في شيء يعني. ممكن سوء تفاهم يعني بعد مباراة تبوك, بعد بطولة تبوك صار بعدها ما عاد في شيء ثاني يعني حصل بينه وبين المدرب أو صدام أو إنه إحنا كل يوم مثلاً في النادي بنتخاصم, ما في شيء من هذا الكلام يعني. بالعكس رجل هو مدرب للفريق, هو المسؤول الفني عن الـ عن الـ عن, الـ عن هذا الفريق, هو اللي يحدد مين يلعب. لكن أنا كشيء شخصي بينه وبينه بالعكس أنا الحمد لله ما صار بينه وبين أي مدرب في مسيرتي كلها إنه صار بينه وبينه شيء شخصي. وعلى فكرة ترى نعم. كانوا بيقولوا إنه عشان برضو لا يعني الأمور لا تأخذ أكبر من حجمها, كانوا بيقولوا إنه بينه وبين, وأنا كنت بلعب أساسي في الفترة في بداية الموسم نعم, كانوا بيقولوا إنه في مشاكل بينه وبين المدرب يعني, ما يعني هذا دليل إنه يعني ما في شيء. لكن في الأخير الرجل عنده قناعات, الرجل عنده لي رأيه, وفي الأخير هو اللي حيتحمل كل شيء لأنه هو مدرب الفريق, وأنا كلاعب علي أن أنا أقبل هذا الشيء اللي هو بيقوله. الخيارات الفنية أنا يعني لا أنا ولا غيري نقدر نتحكم فيها, لكن الشيء اللي مطلوب مني في الفترة اللي أنا ما كنت ألعب فيها مع الفريق أن أنا أتمرن وأن أنا أدي الشيء اللي علي, لكن شيء شخصي ما في. طيب. يعني بالعكس يعني أمس حتى بعد المباراة وقبل المباراة الرجل يعني حتى بعد المباراة الرجل يعني أشاد بالشيء اللي أنا سويته, فما في يعني ما بينه وبين الرجل أي شيء يعني يستحق إنه إحنا نتكلم عنه. جميل. حسين, النصراويون على مدى تاريخهم لا يجيدون توديع نجومهم, بالذات نجومهم الكبار. لحظات الوداع دائما يكون فيها الكثير من المواقف
التي ربما لو عادوا للخلف لأحسنوا التصرف فيها عما حدث. هل فكرت في ذلك هذا الموسم؟ تذكرت أن النصراويين فعلا لا يجيدون توديع نجومهم؟ أنا ضد كلامك هذا تماما. بالعكس أنا اللي شفت أنه أكثر من يكرم لعيبته أكثر أكثر جماهير يعني بالفعل يعني فيها وفاء للاعبتها اللي هو جماهير النصر. وأنا هذا الكلام ما أقوله عشان أنا الآن موجود في نادي ما أقوله عشان موجود في نادي النصر، لكن هذه حقيقة. كل الأندية أكثر جماهير وفاء للاعبتها أنا أشوف جماهير نادي النصر. وأنا ما بقول هذا الكلام إنه أنا الآن عشان بجامل جماهير نادي النصر أو شيء، لكن هذه حقيقة. أنا بعطيك أمثلة سريعة بس. إلى الآن لو تجي تشوف اللاعبين اللي يذكروا إعلاميا كانوا أو لهم فترة ما بيلعبوا مع الفريق أو اعتزلوا من فترة طويلة، اللعيبة الوحيدين اللي موجودين باستثناء سامي الجابر طبعا في الهلال لعيبة نادي النصر. بالعكس أنا أشوف إنه ممكن طبعا الجماهير عموما عاطفية، تتعامل في وقت ممكن تزعل في وقت، لكن بصفة عامة أنا أشوف إنه بالعكس أكثر الجماهير وفان جماهير نادي النصر لعيبتها القدامى. طبعا ما كنت أتكلم عن الجماهير، ولا يزعلوا مني جماهير الأندية الثانية. كنت أتكلم عن الجانب الرسمي. بختم معك حسين في الأخير، جاوبني مباشرة، شعرت في معسكر تشيك بأن زوران حضر إلى المعسكر وفي ذهنه صورة مرسومة عنك من أحد ما؟ بصراحة والله شوف، مو بس عن حسين، أنا أتوقع أنه أكثر من لاعب كان في صورة للمدرب عن أكثر من لاعب. هذا شيء أكيد يعني، ما هذا اللي أنا هذا الشيء الطبيعي يعني. أنا أتوقع أنه هذا الشيء اللي حصل يعني، لكن الرجل بصراحة شوف، بغض النظر عن الناس اللي بيقولوا بينه وبينه اختلافات، بالعكس الرجل يعني متفهم بدرجة كبيرة، قريب مني شخصيا على فكرة. الناس ممكن 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 بتشوف انه هذا الشيء مو واضح، لكن لا، الرجل حتى انا حسين عبد الغني انا اقول لك هو قريب مني شخصيا وبيتكلم معاي وبنتناقش دائم. لكن انه مثلا في احد مثلا شرح له وضع النادي او اللاعبين او عن حسين او عن غير حسين، انا اتوقع انه هذا الشيء حصل بالفعل. جميل. طيب ماذا بعد حسين؟ لو تكررت هذه المشاكل بينك وبين زوران يمكن ان تغادر النصر؟ ما في مشاكل بيني وبين زوران نهائيا، ما في مشاكل والله، ما في مشاكل بيني وبين هذا الرجل، ما طيب. بيني وبينه مشاكل نهائيا، بالعكس هو حر، هو عنده قراءاته الفنيه، هو حر يعني، من حقه انه لاعب حسين او غير حسين في الاخير مصلحه الفريق كل شيء، والحمد لله النتائج اكثر من ممتازه، وطبعا اكيد نطمح في المزيد ان شاء الله، لكن كمشاكل بينه وبين الرجل هذا نهائيا ما في. جميل. تنظر للمستقبل في النصر أو في مكان آخر؟ لا طبعا أكيد أنا أتمنى بالفعل، أتمنى أنه أنا أكمل في نادي النصر، وأنه يعني تكون نهايتي مع نادي النصر، لأنه بالفعل يعني أنا نادي النصر أنا قضيت فيه يعني أوقات، يمكن من بدينا خلينا نقول بدأت مع نادي النصر إلى أن حققنا البطولات، إلى إن شاء الله بإذن الواحد الأحد أنه حنحقق بطولات قادمة إن شاء الله. واتمنى بالفعل اتمنى انه ان انا اكمل مع نادي النصر وان انا احقق، لكن زي ما قلت انا في بدايه اللقاء انه كره القدم ما فيها مجاملات، كره القدم طيب. عطاء داخل الملعب، اذا انت طيب. تقدر تعطي او لا. طيب حسين، اترك لمحبيك فرصه للدفاع عنك في المواقف المقبله. ربما النصيحه لا تجوز على الهواء، ولكن اقبلها مني، انت نجم كبير لديك تاريخ طويل يتمنى كل لاعب، ولكن اترك لمحبيك فرصة ليدافعوا عنك في المواقف الصعبة. ان شاء الله بإذن الله تعالى. بالعكس وانا يعني صدقني اي لاعب يتمنى انه يكون في احسن صورة ويكون انه يعني في شيء شخصي، لكن انا يمكن قلت في البداية انه انا بالفعل يعني انا لما ننزل الملعب
أو أكون في الملعب. صدقني هم الكبير والله لا أفكر في حسين عبد الغني ولا أفكر في شيء. أنا أفكر في النادي النصر إنه يحقق بطولة، إنه يفوز، إنه يكسب، إنه يسعد إن أنا أسعد الجماهير اللي هي بتوقف معانا، بالذات من حضوري لنادي النصر. وأنا هذا الشيء أنا قلته، هذا دين في رقبتي، أنا ما أنسى لهم، هو وقفتهم معايا ومؤازرتهم لي أنا ما أنساها. فدائما بيكون علي عبء كبير ان انا اسعد هذه الجماهير، واتمنى ان انا اسعدهم، واتمنى ان شاء الله باذن الله انه بالعكس يعني اي شخص قلت لك انا اتمنى انه يكون بصوره، انه يظهر بصوره يعني يكون فيها هو البطل. لكن انا يوم ما انزل الملعب انسى اي شيء، انسى حتى حسين عبد الغني كشخص، او العب لحسين عبد الغني انا هذا الشيء انسى. ارجو لك التوفيق كابتن حسين عبد الغني، وارجو لك مستقبلا جيدا في هذا الموسم، وأن يكون أيضا ختامك مع كرة القدم سواء هذا الموسم أو المقبل ختام يليق بمسيرة ذهبية طويلة للاعب مميز حسين عبد الغني. شكرا جزيلا. وقفتنا الأخيرة ثم نعود لنقول العربية داخل منشآت التعاون الجديدة وتستعيد تقارير متابعتها السابقة. وفي غرفة الجراحة الكاميرا مع عبد العزيز الجبري. من الطبيعة كرجال انت دايما واضح بخياراتك، لما بشرتك بتحتاج العناية لا تغير الموسيقى. جرب كريم نيفيا للرجال، تمتص البشرة بثواني غير دهني، كريم مصمم خصيصا لبشرة الرجال لأنك رجال، هالكريم إلك. نيفيا للرجال الراعي الرسمي لفريق ريال مدريد. والآن بشرة أفتح مع كريم التفتيح الجديد من نيفيا للرجال. يمكنك الآن مشاهدة نشرة أخبار موجزة من دقيقة واحدة فقط عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر العربية. أهلا بكم من جديد. أخيرا التعاون يتسلم الشهر المقبل منشآته الجديدة. العربية كانت قد زارت المنشآت القديمة وتأخر استلام هذه المنشأة. نعود للماضي ثم نقدم الجديد. الآن في طريقنا لمعرفة كيف أصبحت منشأة التعاون جزء من طريقنا ما زال غير معبد. ملامح المنشأة بدأت تظهر من بعيد، الدرج ورخامه بدا مبشرا، ومن الأعلى يمكنكم رؤية العمال وأدواتهم. خضرة المستطيل تبث شعورا جميلا، لوحة إلكترونية جاهزة للعمل، وأضواء معدة لتنير طريق المرمى أمام اللاعبين، والعشب على وشك أن يصبح جاهزا، خطوط بيضاء مستقيمة، وعمال يضعون لمساتهم الأخيرة. صالة رياضية من الداخل ستصبح جاهزة قريبا، وشمس القصيم متوحدة مع كشافات الملعب باعثة النور على منشأة التعاون الجديدة، والتعاون سيبدأ عليها صفحة جديدة. و
مبروك لي التعاون هذه المنشأة، عسى أن تكون داعما له في مسيرته في كأس آسيا في دوري الأبطال التي شارك فيها التعاون. عبد العزيز الجبرين الدولي لاعب النصر أجرى عملية جراحية لربط الرباط الصليبي الذي انقطع في ركبته. كاميرا العربية كانت هناك داخل غرفة الجراحة. هذا بس رؤية عبد العزيز، هذا الرباط اللي كنا مقطوع شايفه الآن، هذا الرباط مقطوع، شوف الدم فيه، وهذا الرباط مقطوع قطع كامل ما هو متصل هنا، هذا شايف يتحرك، هذا الرباط الخلفي سليم، هذا الأمامي مقطوع قطع كامل، هذا الرباط مقطوع الآن ما هو واصل العظم، شايف فيه نزيف فيه دم، هذا الرباط ما باقي منه شيء هنا، المفروض يتصل في العظم هنا، هذا محله الآن، هذا لازم ننظفه عشان نزرع بدال الرباط. اوكي، الحين اللي احنا عم نحضر الجرافت اللي حينزرع مكان الرباط المقطوع. دكتور، هذا وتر من داخل جسم عبد العزيز؟ وتر اخذ من عضلات الفخذ الخلفيه، عضلات الهامسترينج، اخذنا وترين وحنحضرهم عشان نزرعهم مكان الرباط. الغضروف الداخلي الهلال الداخلي سليم 100%، هذا وشايفه كله لين هنا سليم، هذا الغضروف الداخلي الخارجي اوكي، في تمزق هنا شايف نايف، في تمزق هنا بروب. دكتور، تمزق اللي في الغضروف الخارجي كيف راح تعالجونه؟ هذا لانه بالمحيط شو اسمه شايفه يتحرك بالمحيط الابيض، يعني لو ورا من هنا، لو هنا نخيطه، هذا هنا ريباتير. اوكي اوكي حد. يلا بنش. الآن هذا لازم يزال، القطعة الصغيرة هذه. هذا بعد تنظيف الغضروف صار الآن منظف كويس، الآن ما عندنا أي مشكلة. أوكي، قمي بروب، نشيك ثاني عليه، نتأكد أنه كل شيء سليم فيه، لأنه خلاص الخطوة هذه ما عاد نرجع لها. نقطة ارتكاز الوتر هنا مهم جدا، فلازم يكون ماشي، شوف النقطة اللي هنا، هذه النقطة لازم يكون ماشي في اتجاه ذا، في اتجاه هذا، يكون هذا أهم شيء في العملية. لاحظ هذا الرباط الخلفي متواصل متلامس مياه، لازم نروح مقاس 30، لأنه لازم يدخل 30 هنا. فوقادنا الى نصف النص الان، احنا بنص الفتحه اللي فتحناها بالفخذ عشان الوتر يدخل هنا ويثبته، هذا المسامير الذوب هنا، لما يدخل الوتر ندخل مسمار الذوب كذا يمسكه جوا. تقنيه جديده، ما في مسامير ما في شيء، هنا نربط على العظم. اوكي، الان نرجع نسحب الوتر بالاتجاه المعاكس وانتبه، تكون العملية انتهت. وقت العملية 37 دقيقة رغم وجود فيها غضروف ورباط. دكتور، كم يحتاج فترة التأهيل؟ من 4.5 شهور إلى 6 إن شاء الله يلعب كورة، يلعب. طيب، عادة دكتور يكون اللاعب يكون فيه تقصير في فترة التأهيل، ما يتعامل بجدية مع التأهيل، ويأثر طبعا على نجاح العملية أو عودة اللاعب. دائما احنا من اللعيبة انهم مقصرين، بس لا تنسى انهم بشر، يعني يتعب يوم يفوق يوم. أعتذر لمشاهدينا الكرام لمن ساءه مشاهدة بعض المشاهد داخل غرفة الجراحة، ولكن قصدنا من هذا التقرير أن نبين للناس، للاعبين الذين يمارسون العنف في الملاعب، إلى أي مدى يمكن أن يصل باللاعبين الضحايا إلى هذا الحد. دوري الأبطال بدون الاتحاد حتى في غيابه هو الحدث الأبرز. ألقاكم.
الكبرياء بالتاريخ بالهيبة بالماضي بالذكريات بالجمهور.